شكون غير شي واحد؟ نعم اجي طبعا سي محمد الغني غني على كل تعريف يا ما اغنى الساحه الوطنيه كان دائما كيخاطبكم بالفن النقي كان دائما يعني كينهض من اجل تحسين وضعيه الفنان كان كيرجع له الفضل اول فنان يعني ناضل باش تكون نقابه ديال الفنانين باش تحسن الوضعيه ديال الفنان المغربي غادي نقول ان لله وانا اليه راجعون اصابه ما اصابه يعني هادشي من عند الله سبحانه وتعالى اللي جات من عند سيدي ربي مرحبا والف مرحبا الله يصبركم انتم ويصبرنا حنا ويصبر وليداته ويصبر العائله والله يجعل نتوها الجنه ولي بالرحمه وانا لله وانا اليه راجعون الاب ديال المغاربه كاملين المغاربه كلهم كيبغيوه شوفوا هاد الناس هادو كلهم هادشي كياكد لي بان الوالد ديالي تيبغيو الناس بزاف يا ربي يا ربي ترحمه والله يجعله من اهل الجنه ما كانش يقول لي ديما انت السند ديالي وحتى الله في خوتك وفي الوالده ديالك وراضي عليا وراضي على خوتي وراضي على الوالده ديالي الله يخليها لنا الله يطول في عمرها